مساء الخير. النهاردة هحاول أشرح لكم الأجهزة اللي احنا بنستخدمها أو بعض الأجهزة أو التقنيات اللي احنا بنستخدمها في تخصص علاج الألم، وبرضو عايز حضراتكم تبقوا واخدين فكرة عن المواضيع دي كلها علشان لما تسمعوا أي محاضرة أو أي واحد بيتكلم على الحاجات دي تبقوا فاهمين ومتخيلين الموضوع إيه، لأن بلاقي فيه أفكار مغلوطة كتير جدا عن الحاجات دي كلها. فأتمنى أن أنا أكون مفيد لحضراتكم. طبعا أبادئ ذي بدء، ده جهاز السونار، وده أحدث حاجة في التشخيص والتدخلات تحت جهاز السونار. بيوفر علينا حاجات كتير، أن احنا ممكن نستعمل الأشعة السينية بما لها من مخاطر التعرض للأشعة ومكلفة برضو نوعا ما عن السونار. بس اللي عايز اقوله لحضراتكم ان السونار مش شرط ان هو يحل كل المشاكل يعني بتاعت الرؤيه، يعني في حاجات ممكن نراها عن طريق السونار ونشتغلها كويس ومفيش اي مشكله، وفي حاجات ما نقدرش نشتغلها الا عن طريق الاشعه السينيه بالنسبه للتدخلات بتاعتنا، سواء اذا كان حقن او تردد حراري او تبخير وشفط الغضروف وما اشبه بالحاجات دي كلها. الجهاز التاني اللي عايز اوريه لحضراتكم ده جهاز حقن الاوزون او الاكسجين النشط، اللي هو الف 3. زي ما انتم عارفين الاكسجين اللي بتنفسه ده الف 2 او او 2، وان الاكسجين الوحش اللي بيطلع في الجسم مع السن اللي هو الف بس، وان الاكسجين الكويس اللي هو بيعمل انسجه بيخليها تبقى تنمو افضل وتبقى في حاله احسن ويزود كميه الدم اللي واصله، والاكسجين اللي واصل اللي هو الف 3 او الاو 3 اللي هو جهاز الاوزون. زي ما انتم شايفين ده جهاز بيتوصل باسطوانه اكسجين خلفيه، وبعد كده بيحول الاكسجين العادي اللي هو او 2 بيحوله الاو 3، وبناخده في السرنجه دي وبنحقنه عن طريق الابره اللي احنا بنحطها في المكان اللي المفروض ان احنا نحقنه. فدي مهم جدا في حالات المفاصل وحالات العمود الفقري، اللي هو التهابات الغضاريف بتاعت العمود الفقري والتهابات المفاصل، سواء اذا كان مفصل الركبه او الحوض او الكتف. الجهاز الثالث اللي عايزكم برضه تشوفوه كويس ده جهاز التردد الحراري. ده احدث جهاز التردد الحراري، فيه 4 شانلز، فيه 4 فتحات، ممكن نحط 4 ابر في نفس الوقت على 4 اماكن مختلفه ونعمل الشغل بتاعنا. اللي عايز افهمه لكم، ناس بتيجي تسالني ايه التردد الحراري؟ فاكرين التردد الحراري ده يعني فتح وعمليه وكده؟ لا، التردد الحراري عباره عن ابره. الابره دي مكونه من قسمين، قسم معزول وقسم مش معزول. احنا بنخش عن طريق الجلد طبعا تحت جهاز السونار او تحت جهاز الاشعه السينيه، ونوصل للعصب اللي احنا عايزين نعمل له كي او تردد حراري نابض، ونوصل عليه وبعد كده بنشيل دي وبنحط الكابل بتاعنا اللي هو ده، يوصل بالجهاز ويعمل تردد حراري للعصب اللي احنا عايزينه. فالتردد الحراري في علم الألم مش معناها فتح، مش معناها جراحة، مش معناها علاج نهائي للحاجة. احنا بنشتغل على العصب المغذي علشان يقلل الإحساس بالألم في العصب ده. أشهرهم طبعا آلام العصب الخامس الوجهي وآلام الجذور العصبية اللي في المنطقة القطنيه والام الاعصاب عموما في الجسم كله. فده حبيت بس اوري لحضراتكم الاجهزه اللي احنا بنستخدمها. في اجهزه تانية طبعا زي جهاز تبخير الغضروف وكده بيبقى موجود في المستشفيات، وانا في فيديو قادم ان شاء الله هقول لكم يعني ايه تبخير الغضروف وامتى نستعمله وايه الاحوال المرضيه اللي بيساعد فيها جدا تبخير الغضروف. واشكركم شكرا جزيلا.